ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين. الخروج نوعان: خروج بالكلمة والتحريض على الحاكم المسلم، وهو الذي يفعله الخوارج القعدية. والخوارج أنواع، منهم القعدية. القعدية يعني يأمرون الناس بالخروج على الحكام وحرب الحكام وقتالهم ولا يخرجونهم، هو زي السرورية الآن. هؤلاء يسمون بالخوارج القعدية، من القعود يعني، يأمر الناس بالخروج وهم شنو؟ هم يقعدوا. ويأمر الناس بالتفجيرات والفساد في الأرض ويسمونه جهادا وهو إفساد وليس جهادا، ولا يخرجونهم. وده الحاصل الليلة بالضبط على الجماعات السرورية الموجودة في العالم كله. يأمر أبناء المسلمين بأنهم يخرجوا ويفجروا ويكسروا، وتلقى أبنائهم هم المشايخ ديل ذاتهم، أبنائهم هم، تلقى واحد بيقرأ في بريطانيا، واحد في فرنسا، واحد في وين، أمريكا، زي الآن ناس القرني والعودة وناس عبد الحي يوسف وغيرهم وغيرهم وغيرهم. فالخروج يكون أولا، النوع الأول بشنو يا جماعة؟ بالكلمة وبالتحريض. وهذا ما فعله ذو الخويصرة، أول خارجي في تاريخ الإسلام، لما اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام حينما قسم ذهيبة جاءت من البحرين، فقال: يا محمد، لئن كان الله أمرك أن تعدل فإني لم أرك تعدل. دي رواية ابن أبي عاصم في كتاب السنة وصححها الألباني، قال: يا محمد، لئن كان الله أمرك أن تعدل فإني لم أرك تعدل. دي الناس أرى وافتكر ذاته. فحرض، أراد أن يحرض على النبي عليه الصلاة والسلام، وهيهات له. النوع الثاني من الخروج، قال العلماء كما قال العلامة زيد المدخلي رحمه الله، النوع الثاني خروج بالسيف والسلاح مسلح وقتال الحاكم. وكلا هذين النوعين محرمان. النوعين من الخروج شنو يا جماعة؟ محرمة. الآن الخوارج اليوم بيقول لك: لا لا لا، الخروج بس إذا حمل شنو؟ إذا حمل السلاح على الحاكم. أما شتائمنا للحكام في المنابر وتكفيرنا للحكام المسلمين في المنابر وتحريض الشعوب أنه تخرج على حكامهم، دما من الخروج. نقول لهم ذو الخويصرة أول خارجي، خرج بالسيف ولا خرج بالكلمة؟ بالكلمة. يعني أصل الخروج يا جماعة هو الخروج بشنو؟ بالكلمة وبالتحريض. ده أصل الخروج بالمناسبة، ده الرد الأول. والدليل حديث قصة ذي الخويصرة. الرد الثاني على هذه الشبهة إنه يقول لك الخروج بالسيف بس. طيب زول ما خرج بالسيف، شيخ، وحرض الناس إنه يخرجوا بسلاح، بالدينم، بقمش، المهم يخرجوا، في النهاية ده يعتبر محرض لهؤلاء الذين خرجوا بالسلاح ولا ما محرض لهم؟ محرض لهم. ومشارك في الإثم ولا ما مشارك؟ مشارك. بنص الحديث: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعهم إلى يوم القيامة. يبقى القضية شنو؟ الشبهة انتهت. فشب دي شبهة الآن ماسكين فيها الخوارج، يلفوا بيدوروا بها، فهي شبهة واهية وشبهة باطلة. ولا يمكن يا جماعة لإنسان خرج على حاكم بسلاح إلا وإنه تلقى تحريض،
يعني في ذول منهم ولدته كده دي وبس وعى كده بالدنيا رحمك الله، شال سلاح طلع على الحاكم ولا لقى تحريض إما في جرائد إما في خطب جمع إما في محاضرات إما في أشرطة إما في صحيح ولا ما صحيح في كتب، لازم يكون وجد تحريض ولقى معلومات إنه الحاكم ده والله ظالم والحاكم ده سوى والحاكم ده فعل والحاكم ده فعل والحاكم ده غيره، لازم يكون لقى تحريض. طيب الخروج محرم بنص الكتاب والسنة، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن السنة أحاديث لا حصر لها ولا عدد، خذ على سبيل المثال كتاب الإمارة كاملا من صحيح مسلم وجزءا كبيرا من كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، أخذ كتاب الإمارة كله من صحيح مسلم كله كامل ينهى عن الخروج، أحاديثه كلها تنهى عن الخروج على الحاكم، وجزء كبير من كتاب الفتن من صحيح البخاري رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. من الأحاديث مثلا حديث حذيفة في صحيح مسلم الطويل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الحديث اسمع وأطع للأمير يعني الحاكم وإن جلظ ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، هذا نص الجزء الأخير من حديث حذيفة في صحيح مسلم كتاب الإمارة. عندهم شبهة هنا بيقول عبد الحي يوسف، وأصلا عبد الحي يوسف ما نجر من رأسه ولا مش فكر ذاته، جاب من الددو محمد حسن ولد الددو الصوفي التجاني الإخواني، صوفي تجاني إخواني من جماعة الأخوان المسلمين وهو صوفي بالمناسبة، هو جاب الشبهة دي قال اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، قال يعني جلد ظهرك بحق وأخذ مالك بحق، كيف يكون مالك انت الرسول نسبه لك انت قال حقك ويكون أخذ غيرك بحق؟ فهمتوا الرد يا جماعة؟ الرسول قال أخذ أو أخذوا مالهم مال الحكام ولا قال أخذوا مالك انت؟ مالك انت مالك انت، يبقى كيف بحق؟ قال وأخذ شنو؟ مالك، وفي رواية وأخذ مالك، الروايتين سابتات وأخذ مالك وأخذ مالك، المهم في النهاية هو مالك ولا مال الحاكم؟ مالك. الرسول قال مال منو؟ مالك. قال مالك صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي بياخذ حقك انت حقك ما حقه، أنا ده لو أخذت حقك يبقى ظلم ولا عدل؟ ظلم. طيب أنا لو أخذت حقي ظلم ولا عدل؟ طيب لو أخذت حقك ظلم ولا عدل؟ ظلم. إذا التفسير بتاعهم ده باطل، فهمتوا الردى يا جماعة؟ ده واحد. اثنين سياق الحديث ذاته، السياق بتاع الحديث قال اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، صيغ الحديث يدل انه ظلم ولا عدل؟ وقال فاسمع وأطع ثاني كرر في نهاية الحديث، فالناس زي الناس مجارمة بس. ثم شوف لما ذاك بتاع مصر لما كان ماسك مبارك خرجوا عليه قالوا الحديث ده ضعيف، والله القرضاوي سمعته باطني شايل له ورق شيت كده كاتبينه له، قال حديث ضعيف لانه الامام قال الحديث ده مرسل، والمرسل من اقسام الضعيف كذاب طبعا، لانه الحديث من فقه الامام مسلم جابوا في كتاب الاماره حديث حذيفه ده بروايتين بطريقين، طريق فيه رسال والطريق الثاني فيه وصل عشان يوريك انه ده طريق مرسل لكن يتوصل بشنو؟ بالثاني، جابوا امتحان بعض. النووي لما شرح الحته دي قال وهذا يدل على اتصال الحديث، عشان كده قال مسلم جاوب شنو؟ بطريقين. شو الناس، الناس مجرمين كيف؟ القرضاوي قرا جزء والباقي ما قراه من كلام النووي، مع انه النووي هو اللي قال نفس كلامي ده. ده لما كان خرجوا على مبارك ده يشيلوا قالوا حديث الخروج دي ضعيفه،
لما داك طفش وجابوا الثاني مرسي القرضاوي جا ماسك له ورق برضه اظنه قالوا بغادي بس قال وان نسمع ونطيع للامير والله العظيم جدا. شوف الناس زي دينهم دين هوا كيف. حديث النبي عليه الصلاه والسلام يضعفوا ودارين ينسفوا ودارين ينتهوا منه عشان مصلحتهم هم السياسيه تكون في الحكم. واذا اقتضت مصلحتهم انه ياخذوا بالاحاديث القبيل ضعفوها يجي ثاني يصححوها. يعني الدين اتخذوه ألعوبة في ايديهم جماعه الاخوان المسلمين. طيب كذلك من الاحاديث حديث عباده ابن الصامت وهو في الصحيحين قال كان فيما اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم ان بايعنا على السمع والطاعه في المنشط والمكره وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الحديث ده برضه عندهم فيه شبهة هو في صحيح البخاري ومسلم حديث عبادة ده إلا أن تروا كفرا بواحا. جابوا الرواية عند ابن حبان من نفس رواية عبادة نفسه حديث عبادة قال إلا أن تروا معصية لله بواحا. قالوا إذن أي حاكم عنده معصية نخرج عليه. الرواية منو؟ عند ابن حبان. دي شبهات مهمة. أنا عشان كده درس الخروج ده خليته براو عشان أناقش الشبهات اللي فيه شبهات كثيرة جدا جدا ومهمة لأنه ده الآن دي فتنة العصر الموجودة الآن. الشبهة في الحديث جابوا رواية عند ابن حبان والقاعدة تقول الجمع أولى من شنو؟ من الترجيح. لكن إذا تعذر الجمع بين نصين ظاهرهما التعارض فإنه يرجح. وقال العلماء حينما قسموا الأحاديث ودرجات الأحاديث في الصحة قسموها إلى سبع درجات إلى سبع درجات. الدرجة الأولى ما اتفق عليه البخاري ومسلم دي أعلى درجة في شنو يا جماعة؟ الصحة. الدرجة الثانية ما انفرد به البخاري دون مسلم. دي الدرجات دي ماشية من أعلى درجة بالصحة لشنو؟ لأسفل يا جماعة. يبقى أعلى درجة شنو؟ ما اتفق على البخاري ومسلم. الدرجة التحتة نمرة اثنين ما انفرد به البخاري دون مسلم. الدرجة الثالثة ما انفرد به مسلم دون البخاري. كده ثلاثة درجات. الدرجة الرابعة ما كان صحيحا على شرطيهما على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. ما كان صحيحا على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. الدرجة رقم كم؟ أربعة. الخامسة ما كان صحيحا على شرط البخاري دون مسلم ولم يخرجه. صحيح على شرط البخاري لكن ما أخرجه وشرط البخاري بس دون مسلم. دي نمرة خمسة. الدرجة السادسة ما كان صحيحا على شرط مسلم دون البخاري ولم يخرجه مسلم. دي السادسة. الدرجة السابعة ما كان صحيحا عند غيرهما خلاص وبغير شرطهما. دي سبعة درجات. طيب عندنا حديث عبادة بن الصامت إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. من أتو درجة من الدرجات السبعة كباشي؟ من أتو درجة من الدرجات السبعة؟ حديث عبادة في البخاري ومسلم الدرجة الأولى أعلى درجة بالصحة. طيب عندنا رواية ابن حبان إلا أن تروا معصية لله بواحا من أتو درجة؟ الدرجة رقم سبعة. إذن إذا تعذر الجمع إذا تعذر الجمع يرجح العلماء كما قالوا رواية من؟ البخاري ومسلم لأنه دي أعلى درجة بالصحة. ده الرد الأول قالوا العلماء على هذه الشبهة.
إلا أن تروا كفرا بواحا. الرد الثاني قال العلماء هو أن المعصية إلا أن تروا معصية لله بواحا بمعنى الكفر، بدليل الرواية الأخرى، لأن الروايات في الحديث الواحد فائدتها أن تفسر بعضها بعضا. يبقى إلا أن تروا معصية لله بواحا، رواية ابن حبان المعصية مقصود بها شنو؟ مقصود بها الرواية الأخرى إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وده معروف عند العلماء ومتفق عليه عند العلماء أن الروايات للحديث الواحد يفسر بعضها بعضا. عشان كده الإمام البخاري وغيره بيجيبوا الحديث بعدة روايات في عدة أبواب وعدة كتب مثلا من الصحيح. مثلا جاب حديث ابن عباس المعروف عندكم في الصحيحين، جابوا البخاري لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، في كتاب التوحيد من البخاري من صحيح البخاري قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، والرواية الثانية فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى لا إله إلا الله أو إلى شهادة لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله التوحيد، ومعنى الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى لا إله إلا الله. فالروايات فسرت بعضها بعضا وهكذا، وده معروف ما بيحتاج لي أمثلة كثيرة. الرد الثالث قال العلماء رواية البخاري ومسلم إلا أن تروا كفرا بواحا، جاء هذا الرد إلا أن تروا كفرا من النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن تروا كفرا بهذا النص جاء هذا الرد إلا أن تروا كفرا بواحا على سؤال من الصحابة أفلا ننابذهم بالسيف، أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ورواية ابن حبان إلا أن تروا معصية لله بواحا جاء ردا على الطاعة في المعصية، حديث ابن حبان ذاته جاء السياق في المعصية، يعني إلا أن تروا معصية لله بواحا يعني أطيعوهم واسمعوا للحكام وأطيعوهم إلا في المعصية لا تفعلوها إذا أمروكم بها. هذه أجوبة العلماء، هذه الأجوبة الثلاثة أجوبة العلماء رحمهم الله تعالى على هذه الشبهة. من الشبهات أيضا شبهات الخوارج لتجويز الخروج على الحكام. وشوف قبل ما أذكر الشبهة دي، شوف الناس زي الناس كذابين ومتناقضين كيف الخوارج، ما بيأمر على الخروج على الحاكم إلا إذا كان الحاكم ما منهم، ما من جماعة الأخوان المسلمين، لكن الحاكم لو من جماعة الأخوان المسلمين وما طبق الدين أبدا بل حارب الدين يعتذر له. وده الحاصل الليلة في واقع العالم، مش كانوا حاكمين البلد دي 30 سنة الأخوان المسلمين؟ الأخوان المسلمين حاكمين 30 سنة، وهل طبقوا الشريعة؟ طبعا الشريعة دي كثير من المجتمع بيفهمها زي ما قال الشيخ الفوزان الحدود فقط، الشريعة ما الحدود فقط، في أهم من قطع يد السارق وجلد الزاني ورجم المحصن وغيره، في أهم من ده اللي هو التوحيد. الشيخ الفوزان قال أساس الشريعة التوحيد، الكذان ده الحارب التوحيد ذاته، البرع إذا قاعد له سنين ما بظل بعرفه اللمة عمره لما الكذان، وشيوخ الصوفية ده الموجودين ما في زول دعمهم بالمال وبالإعلام وبغيره من جميع أنواع الدعم، ما في بشر دعمهم في البلد دي السودان زي الكذان بالمناسبة. علي عثمان ده يسافر ليه الفاشر يمشي هذا المؤتمر العام بتاع التجانية ويقولوا فيه انه التجاني بدخلنا الجنة، وقاعد فيديو تلقاه في اليوتيوب قاعد متندل قاعد يحضر علي عثمان الركيني ده يعمل بلاوي ويقبضوا على عثمان يفكه ويعملوا احتفال وصيوانات وضبائح تيران ونياق والى اخره. ما في حكومه دعمت الصوفيه
زي حكومة الإخوان المسلمين بالمناسبة. فإذا ما بشريعة، طالما أنت تدمر، دمرت العقيدة ودمرت التوحيد في قلوب كثير من العبيد، وشيدت القباب وبنيت الأضرحة بالمليارات بالمناسبة، بالمليارات بنيتها، معناته أنت ما عندك شريعة حتى لو قطعت هذا السالك، لأنه أساس الشريعة أنت حاربته وأساس الشريعة أنت دمرته. لكن لما هم يحكموا باقي الأخوان المسلمين ما بكفروا الحاكم اللي هو من الأخوان المسلمين، حتى لو حارب الشرع، حتى لو حارب أساس الشرع العقيدة والتوحيد، بل يعتذروا له. والآن موجود في الواقع حاكم بتاع أخوان مسلمين، حاكم تلقى علماني عديل وبلده كلها دعارة واللواط والدعارة بسنها القانون، وإن أنت محتسب ما جيت قلت لهم اتقوا الله وهذا حرام بكلبشوك بخطوك في السجن، يجيبوا الدد يقول الله طبعا الحاكم ده شغال بالراحة شوية شوية وقاعد بيصلح له 15 سنة شوية شوية كيف، في حين انه الحاكم الغيره مثلا السعودية مطبقين شرع الله يكفرهم، لكن حاكمه ما مطبق ولا حرف، حرف واحد من شرع الله، ويحارب شرع الله ويحارب أساس شرع الله العقيدة ويحارب التوحيد ويبني القباب والأضرحة، يقول لك لا لا ده عنده عذر واصبروا له حبة بعد 15 سنة تاني يدوه 15 اصبر. شو الناس دي ناس مجار ما كيف. طيب الشبهة أيضا التي يجوزون بها الخروج على الحكام، شبهة خروج الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. والحسين ابن علي رضي الله عنهما ما خرج على الحاكم أصلا، والحاكم في زمنه كان يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. ويزيد ليس بصحابي، لكن أبوه معاوية صحابي رضي الله عنه، وأبو سفيان صحابي رضي الله عنهم. يزيد كان له من المعاصي وكان له من الخير، واختلف فيه العلماء صالح ما صالح كويس كعب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال جدي، ابن تيمية قال قال جدي، جده كان عالم وأبوه عالم، قال قال جدي يزيد لا تنقص ولا تزيد، ودي أقوى كلمة في حق يزيد، لا تنقص ولا تزيد، يعني ما تنقص من الخير الفيه وما تزيد في الشر الفيه، خلاص يزيد لا تنقص ولا تزيد. دي خلاصة الكلام ابن تيمية جاب لك من جده رحم الله الجميع، كما ذكر ذلك في مجموع الفتاوى. ففي زمن يزيد توفي يزيد وكان الحسين بن علي موجود، ولم يكن ليزيد إلا ابن واحد وهو معاوية ابن يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، وقد توفي ابن يزيد اللي هو معاوية وهو صغير في حياة أبيه يزيد، فما عهد بالخلافة لأحد لا لأبناءه، لأنه عنده ابن واحد اللي هو معاوية بن يزيد ومات في حياة يزيد نفسه، مات قبل أبوه، وما عهد لأحد آخر بس توفي كده الموضوع انتهى. فجاء أهل الشام جميعا إلا دمشق، وجاء أهل العراق وأهل مصر وأهل الحجاز كلهم جوا، فبايعوا الحسين بالخلافة. ده الموضوع كله، مش الحسين خرج على يزيد وقال داير الخلافة، الناس جاب يعوض بعد ما يزيد شنو يتوفى، ولد يزيد معاوية بن يزيد ده كان يتوفى في حياة أبيه يزيد وما عهد بالخلافة لأحد يزيد. شوف الدول والبلدان دي كلها جبايعوا الحسين. دي خلاصة شنو يا جماعة، خلاصة هذا الموضوع. طيب لا عفوا، أنا ده ابن الزبير وليس زبير، ده عبد الله بن الزبير كان في زمن يزيد، ولما توفي يزيد جو شنو جو بايعوه. أما الرد على شبهة الحسين، فالحسين خرج مطالبا بدم أبيه علي بن أبي طالب،
فقابله جيش يزيد في الطريق في بعض الطرقات ومنعوه أن يصل إلى يزيد ليطلب بدم أبيه. وهذا مصداق لقوله تعالى في القرآن الكريم: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يعني الإنسان القتل مظلوم، أولياء الدم الورثة بتاعينه يجوز لهم يطالبوا وشنو بدمه والقصاص بالطريقة الشرعية. وهذا ما فعله الحسين، خرج يعني ذهب، وليس خرج يعني خرج على الحاكم، خرج من المدينة إلى العراق ذاهبا إلى يزيد. فاعترضه جنود أو بعض جنود يزيد في بعض الطرقات ومنعوه أن يصل، فقال لهم افسحوا لي الطريق إلى ابن عمي اللي هو يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان، فمنعوه وحصل بيناتهم بعض الكلام فقاتلوه، هم اللي بدوا بالقتال من غير علم يزيد، لأنه قابلوه في الطريق قبل ما يصل ليزيد للحاكم، فدافع عن نفسه وعن حرمته، وده الموضوع كله. لكن ما خرج على حاكم أبدا، ولا عبد الله بن الزبير اللي هو قصة القبيل حكيناها إنه ما خرج على حاكم أبدا، بل جاء أهل الشام ما عدا أهل دمشق وأهل مصر والحجاز والعراق كلهم جبايع عبد الله بن الزبير لما توفي يزيد ولم يعهد بالخلافة إلى أحد. فإذا الشبهتين دل شبهات باطلة واهية ما عند أي علاقة بالحق. لكن ورد عن بعض السلف علماء من أئمة السلف أنهم خرجوا على الحجاج مثلا، خرجوا على الحجاج وفعلهم هذا خطأ، وديل ما صحابة، خرجوا على الحجاج ما كانوا صحابة، كانوا من التابعين، خطأ. وإذا تعارض فعل أحد ولو كان تابعيا بل ولو كان صحابيا، تعارض فعله مع فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو تعارض قوله مع قول النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هؤلاء الذين خرجوا كالشعبي وغيرهم تابوا ورجعوا. طيب لما تاب رجع إلى العمل الصالح، ولما خرج كان عمله شنو؟ خطأ. الخوارج والإخوان المسلمين مسكوا بعملهم الخطأ، التابوا منه ورجعوا منه، ده ضلال ولا ما ضلال؟ ده غاية في الضلال يا أخي. لو ما تابوا، لو خرج صحابي عديل مثلا والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخرج، وكان الصحابي الحديث ما بلغه عذرا للصحابي أو تأوله إلى آخر الأعذار التي نعتذر بها لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قول من يقدم وفعل من يقدم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ودي قاعدة وضع عبد الله بن عباس من الكتاب والسنة لما اختلفوا في مسألة التمتع بالعمرة إلى الحج. ليه اختلفوا؟ لأنه يا جماعة الأنساك بتاعت الحج ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. أفضل الأنساك شنو؟ التمتع، والثلاثة بيجوز لكن أفضل التمتع. والشيخ الألباني بيقول بس التمتع واجب، بس التمتع واجب ما تمشي لغيره. المهم لكن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وأفضل التمتع. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في التمتع والقران والإفراد. لما جاء عهد أبي بكر وعهد عمر، العهدين بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منع عمر بن الخطاب في عهده بالذات منع من التمتع. هو يعلم انه من السنة، لكن قال لكي لا يهجر البيت، لانه الناس كان بيجوا التمتع شنو؟ تعمل عمرة في اشهر الحج وتفك الاحرام، تتمتع بما كان حراما عليك بالاحرام، زوجتك غيره، تضفر اظافرك كده، عشان كده سموه تمتع. فتنتظر لحد يوم 8 ذي الحجة اللي هو يوم شنو؟ التروية، وتمشي إلى منى وتعمل باقي أنساك الحج، ده هو التمتع. فكان الناس بيجوا يعملوا العمرة وينتظروا ويحجوا، بيقوم غالب الناس ما بيجوا يعملوا عمرات أثناء السنة، لأنه بيكون أصلا اعتمروا شنو؟ وحجة. وحجة. ففي فقه عمر بن الخطاب منع شنو؟ التمتع. قال لكي لا يهجر البيت،
يعني الكعبة دي ما الناس يزوروها بس وقت الحج، دائرة السنة كلها يكونوا شنو؟ معتمرين معتمرين. ده كان فقه كده واجتهاد منه. فابن عباس قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام شرع التمتع، وبعضهم قال عمر منع التمتع، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فدي قاعدة عظيمة، حتى لو صحابي فعل شيء وعندنا النص من النبي عليه الصلاة والسلام صحيح وصريح، يقدم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وفي رواية قال إني أراكم على شفا هلكة، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. من الشبهات أيضا، ودي شبهات واهية، يقول لك مثلا فتحوا بنوك ربوية وفي بيوت دعارة وفي ظلم، كيف ما نخرج؟ وشوف يوم واحد من الخوارج ديل ما قال نخرج لأنه في قبب وفي شرك. أنت لاحظت الحتة دي؟ ولا يوم. هسه أول امبارح ولا بتين عبد الحي يوسف مشى زار الشيخ طه البطحاني، قالوا فج البحر بعصاته. وقبليها مشى زار شنو؟ ودوا له بيض بتاع شرقي مدني، وقال انه ده قطع البحر الاحمر بمصلايته. زول صوفي تب عبد الحي يوسف ده، ليه اضنينه؟ ليه اضنينه؟ مشى زار طه البطحاني وحضر النوبه، مصور موجود موثق الحمد لله رب العالمين. ويعترض لما السكر يغلى، لكن ما يعترض لما غير ربنا يعبد، بل يشارك أهل الشرك والضلال ويأيدهم، بل يقول لهم جيت تتعلم منكم العلم اللي هو الشرك حقهم، يتعلم منكم العلم. لكن لما السكر والطحنية يغلوا يعمل له خطبة ومية خطبة ويرغي فيها ويثبت، عشان تعرف النازل الأخوان المسلمين المخزولين لا درجة من الخزلان، لا درجة من الخزلان، ومجرمين لا درجة من الإجرام، وما عندهم أي هم للتوحيد بل يحاربون التوحيد. أنت لو جيت تنهى عن الشرك ده يقول لك أنت لسه في شرك القبور، نحن تطورنا ووصلنا إلى شرك القصور، الشرك السياسي. عشان كده بتلقى كتبهم كلها عن السياسة وعن الحكم، وإنهم يصلوا الحكم كتب ما عن الدين. عبد الحي يوسف عنده كتاب الاستبداد العقدي، لا السياسي، وعنده كتاب الدولة في الإسلام، كلها كتب عن السياسة بس. وحتى كتب السياسة تخش جوا ما فيها ذرة بتاع التوحيد، بل فيها بعض كفر عديل. فصل كامل قال باب حرية الاعتقاد، والله أو فصل حرية الاعتقاد، وده كفر بالله، لأنه ما يجوز الإنسان يعتقد ما يشاء، الإنسان ما حر في عقيدته. ربنا قال ولا تموتن إلا وأنتم شنو؟ مسلمون. الآية دي بتنهى وبتنسف حرية الاعتقاد، الاعتقاد ما فيه حرية، لازم تكون مسلم. لكن ما معناته بنجيب سيفنا نقول لك ابقى مسلم، بنغنعك نحن كشعب، بنغنعك بس انك تبقى شنو؟ تبقى مسلم. لكن ربنا ما دارك الا تكون مسلم، يبقى ما اداك حرية تبقى بوذي، تبقى مسلم، تبقى مشرك، تبقى نصراني، تبقى يهودي، ما اداك حرية. الناس عبد الحي بيقولوا حر الانسان حر، وطارق السودان برضو قال حر، تعتقد الدين الدائره، تعبد بوذا قال، تعبد غيره قال، انا ما عندي مشكلة. ودي خلاصة دعوة الإخوان المسلمين، ودي خلاصة هذه الشبهات التي أتوا بها. وشبهة البنوك الربوية وغير الرد عليها معروف، إنه دي معاصي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لكن دي دليل، شبهاتهم دي اللي بيقولوها الإخوان المسلمين دي دليل واضح على إنه النازل بيكفروا بشنو؟ كبيرة بل كبائر، وإن لم ينطقوا بذلك صراحة. يقول لك لا نحن ما خوارج، يعني خوارج بكفر كبار اعوذ بالله، يلف كده يجي يقول لك نخرج عليه لانه ده فتح البنوك الربويه وهؤلاء الحكام كفار، لان بيذكر لك الكبائر والمعاصي، يلف ثاني يرجع لمنهج لاصل منهج الخوارج. جزاكم الله خير، بارك الله.